هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن نلتقي بكم في الحلقة الرابعة من حلقات برنامج الإيمان والحياة، وهي بعنوان بعض أخطاء المصلين في شهر رمضان المبارك. إن الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وقد ذكرها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص للدلالة على أهميتها. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من أتى بهن كان له عند الله نور وبرهان يوم القيامة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقال أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأكد على أهمية الصلاة حينما قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة جاحدا بها كافر بإجماع علماء الأمة، وتارك الصلاة تهاونا يعد فاسقا عليه أن يتوب. وفي كثير من الأحيان في رمضان نرى أناسا يصلون ويقبلون على الصلاة، فهذا خير وبركة. والغريب العجيب أن بعض الصائمين يصومون فقط ولا يؤدون صلواتهم البتة، وهذا غريب عجيب، لا يمكن ولا يتصور بحال من الأحوال. فالمسلم الذي أعلن التوبة الصادقة النصوح في رمضان عليه أن يحافظ على الصلاة وأن يهتم بها. وهناك مجموعة من الأخطاء ننبه مشاهدين الكرام على أهمية تجنبها وألا يقعوا بها، لأنها قد تبطل الصلاة أو تخل بها وتجعلها منقوصة غير كاملة. فمن هذه الأخطاء الإسراع في الخطى إلى الصلاة، فبعض المتأخرين عن الصلاة نراهم يهرولون للوصول إلى الصلاة، وهذا خلاف السنة. فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلا داعي لأن نكون متسابقين إلى الصلاة، بل نمشي بوقار وسكينة وهيبة. الأمر الثاني: ترك تسوية الصفوف. فكثير من الأئمة ينبهون على أهمية تسوية الصفوف، وأن يلتزم المأمومون بتسوية الصفوف كما ينبغي، بأن يقولوا: تقاربوا وتراصوا، ورحم الله امرأ سوى نفسه، إلى غير ذلك. ولكن البعض يترك فروجات أمامه ولا يهتم بتسوية الصفوف، فحذاري حذاري من التساهل في هذا الأمر. ثم عدم الطمأنينة في الصلاة، فبعض المصلين هداهم الله ينكرون صلاتهم نكرا، لا يعرفون ماذا يقولون ولا يسمعون أنفسهم، فعليهم أن يطمئنوا وأن لا يسرعوا في بحيث يخلون بصلاتهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. وكذلك العبث وكثرة اللعب في أثناء الصلاة، لعب وحركة زائدة، وعبث بالهندام أو الجوال أو النظرات إلى الأعلى أو إلى اليمين أو إلى اليسار، فهذا كله يخل بصلاة الإنسان. عليه ألا يعبث وأن يكون خاشعا: وقوموا لله قانتين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك مسابقة المأموم
الإمام في الصلاة فهذا يخل، فلا يجوز للمأموم أن يركع إلا إذا سمع راء الله أكبر، ولا يرفع من الركوع إلا إذا سمع الهاء في سمع الله لمن حمده. أما بعض المأمومين تراهم يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فهذا على خطر عظيم، لا تقبل صلاته إن أصر وتكرر منه ذلك. ثم قيام المسبوق لقضاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام عن اليمين أو عن الشمال، يجب على المسبوق أن يقف لقضاء ما فاته. إذا سمع التسليم عن الشمال من قبل الإمام، فالإمام جعل ليؤتم به، فما عليكم أن تتابعوا الإمام في التكبير وفي الركوع وفي القيام من التكبير من الركوع. كذلك انتظار المسبوق الإمام حتى يقف، فبعض المسبوقين يقفون حتى يقوم الإمام من سجوده هداهم الله، فالأولى أن يسجدوا ويتابعوا الإمام في أعماله. وكذلك قراءة المأموم أحياناً للقرآن الكريم في الركوع فهذا لا يصح، فالركوع يعظم فيه الرب، فنقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولا ندعو في ركوعنا ولا نقرأ القرآن، نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي السجود نكثر من الدعاء، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصلاتكم وركوعكم وسجودكم، سددت خطاكم وبوركت جهودكم، والسلام عليكم. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي، أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشرقها صفات.